أنتم الآن مع برنامج هذه حياتي. هذه حياتي. صافا شوية واش راك حبيبي؟ بدلت قال الحطة نستنى في المرسيدس ساعة كابريولي ساعة مرسيدس ساعة كذاك تعرف صافا توفيق واش راك خويا لاباس؟ مرحبا بك يا خويا صافا شوية يا خويا شرفتنا بزاف يا خويا راك في العلمة فوالا هذه لا فيل ناطال كما يقول الواحد كل مره عند واحد اليوم نورمالمون تم لي زونسيان وكلش نورمالمون نبداو بك الاول ربي يخليك معليش ما جاتش لوكازيون جاتش لوكازيون انت في فرنسا وهذيك عيط لي بليزير فوا والله غلط لوكازيون ما جاتش بصح الخطره ان شاء الله صافا توفيق يلا خويا نضربوا دوره خلي الطوموبيل هنا خلي الطوموبيل تاعك انا يا وليدي الصيف النهار سخانه يا وليدي واش بيك حاله بربع اروح روح واش بيك شويه العلم هاي بعد روح الصيف وين حبيت خويا ربي يخليك صافا الحمد لله الله يسلمك رشدي دورنا بزاف
بزاف. يا خويا مرحبا بك هنا في الدار، راك في دارك يا خويا، كيف يقولها انت دخلت لديار كاع الناس تاكل خطر راك في دار. عندك شوف لا فامي ارتستيك، لا فامي سينما، شوف نقول لك كلمه، لي زاكتور رحت عندهم، لي جوار رحت عندهم، لي زارتيست رحت عندهم. شوف انت دركا راك شتي ميمونه ديال في ربي، انت هو ميمونه ديال في ربي، راك كل يوم ضيف في البلاصه ان شاء الله. يا خويا شوف انت الحق، منين تروح اي بلاصه تنور الدنيا وتنور وجوه الناس وكل شيء، باسكو افون تو ابري تو انت تو از ان غران ارتيست، فهمت كيف ما ولا ويحبوك لي زارتيست. احنا نستقبلوا غير الناس اللي ما شاء الله. اخويا مرحبا بك خويا توفيق، انا فوالا راك في الدار. لو كان نقول لك نجيبوها من الصور ونجيو طالعين رشدي واش تحكي لنا؟ بيان سور. والله واش نقول لك توفيق، سيكو انا يا بديت على لاج دو 14 صغير. شحال راه في عمرك دوك رشدي؟ دوكا راني في 43 زعما. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. فهمت كيف ما ولا وشنو كيما يقولها الواحد، جوزت ان كارير فيها ديو اي ديبا كيما يقول الواحد، فهمت كيف ما ولا. على الاول جاتني صعيبه بيان سور، احلام الفنان يحب يكون فنان ويكون فنان مشهور، بصح امبوسيبل يبدا تم يلحق، فهمتني كيما ولا. يا دي زيتاب، فهمت كيف ما ولا. الاحلام تاع الاحلام الفنيه تاعك، وقتاش بديت تحلم تولي فنان؟ شحال كان في اللاج تاعك؟ والله غير سامحني، ملي كنت صغير كنت في عمري 13 سنه وذاك، كنت نحب نغني، ميم نروح القرايه، نهرب من القرايه نروح نغني ليكول، نروح كاين عرس يدوني انا صغير تالمو يحبوني الغاشي قدامنا نغني وقدامنا، عطوني الميكرو نحب نغني، نحب نهرب الموسيقى ونعد ليش دي فوا نبات برا. رشدي خوتك قام متهنوا التجاره وامور اخرى غير رشدي اللي راح الفن، كيفاش حتى انت يا هو يعني على كل حال بابا معروف اكبر تاجر هنا في العلمه في المنطقة، هو كان تاجر كبير، فهمت كيف ما من وقت الثورة كان تاجر كبير وكل شيء، ومن بعد خاوتي اتجهوا كامل لامبورتاسيون تجارة الحق كاع تجار، فهمت كيف ما هذا. غير أنا مدي تجارة ما حبيتش تدخل لي في راسي، ما حبيتش تدخل لي في راسي، حبيت خاوتي قال لك أرواح تدخل في التجارة وكل شيء، قلت لهم والو. نهار الأول بابا كان ضد الفن وكل شيء، فهمت كيف ما ولا. بعد كي شاف باللي أنا تشهرت بصفة نظيفة وفهمت كيف ما بشهرة نظيفة وكل شيء، إلي تي تري كونتون كما يقول الواحد، إلي تي هورو، إلي تي فيير دو موا، فهمت كيف ما ولا. تسمى ماشي درت حاجة اللي خلات تشوه السمعة تاع العائلة ولا، راك فاهم ولا. أو كونترير مديت إيماج مليحة للعائلة تاعي، ومديت إيماج يعني لي أنايا بيرسونيلمون، بدات الإنطلاقة تاعي كيما خدمت مع الاستاذ معطي بشير الله يرحمه في الحان وشباب، جي لو برومي بري. واش من العام هذه؟ هذيك سيتي اون 87 ديت برومي بري مع معطي بشير، ومن بعد زدت شاركت مع الاستاذ عبد الله كريو الله يرحمه. فهمت ثاني ديت لو برومي بري على كل حال، وبديت انا من بدايه الانطلاقه تاعي ذاك، هذوك هو اللي زيديتور لي بروديكتور عادوا يعرفوا رشدي بلي عنده اون بال فوا، ومن بعد كونتاكتوني كل شيء وذاك. من تما انايا بديت نتلونسا راك فاهم، بشويه النهار اللي كلاطيت بيا ميمونه وشدك للواد، هذيك اللي زعما عرفتني للجمهور الجزائري. بلي ميمونه شحال كنت من البوم خرج انت؟ في الالبوم في ذاك الوقت رحت للمغرب، رحت لوجده، بعد قعدت في كازا بلانكا، قعدت خمس سنين كنت خدام تما، كان يعيطوا لي رشدي الوجدي، كانوا يحسبوني مغربي. في هذاك الوقت، وفي هذاك الوقت حنا ما كانش كنت تغني سطايفي ولا لا 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 مغربي مغربي، كنت نخدم مغربي كل شيء. خدمت لو ستيل ماروكان في هذاك الوقت ودرت موديرن وطرطقت الدنيا تما، طرطقت الدنيا، جيتي جون وكل شيء، ويزون ابريسي لا فوا تاعي، عجبتهم لا فوا تاعي، اي كوم انا كنت نغني مليح لو ماروكان وكل شيء، ما كانوش يحطوني باللي الجيريا وذاك. درت دي كرون سوكسي في الماروك. نهار تقفلت الحدود دخلت، نهار دخل في الحدود دخل، درت شافيلها كيما دوكا في ابن خلدون، درت واحد لاسواري شابه وذاك، كاين كيما ديزارتيست معروفين محمد مختاري وهذو، قالوا لي رشدي علاش انت باسكو تو دو لا ريجيون سيتي فيها ما تغنيش سطايفي، قالوا لي عندكم، قالوا لي عندك الله يبارك تراث كبير وعندكم اون كروند بيبليوتيك تقدر تغني.
قلت له انا غني سطايفي نورمال. بديت هكذا غنيت واحد سي شونسون في ذاك الوقت سجلتهم كل شيء هذاك. مشاو هذوك لي شونسون في سطايفي. ومن بعد مع الاوركستر تاعي انا بدينا مودرنيزيو لا شونسون سيتي فيان تما وين كريت انا لو ستايراي. بكري ستايفي كان يتغنى دي نوتر فاسون، كان يتغنى بالطبله والعراسي كل شيء بوكو بليز، كانوا يغنيو على الاعراس بوكو بليز، كانوا يغنيو على المويمه، كانوا فهمت كيف ما ولاها معروف ستايفي يقول لك يغني على المويمه، يغني على ستيف العالي، على عين الفوار، يغني على حوايج على الصراوي، كانوا معروفين ايضا بالصراوي بزاف ستايفي فهمت عامر. مي انا نو جي تو ميلونجي راك فاهم. دخلت هذيك السنه اوليو نغني الراي، اوليو نغني الراي نغني الراي على فاسون سيتيفيان. سي بور سا سميتو لو ستاي راي فهمت كيما. ودايور لو ستيل هذا نجح بزاف، نجح بزاف، نجح علاش نجح بزاف؟ دوكا معظم الشباب هذو لي شونتير اللي خرجوا جدد هذو راهم يغنيو في لو ستيل تاعي فهمت كيما. سافا دير انا عرفت روحي باللي درت جي كري حاجه اللي كاع الناس يغنيو فيها. ميم لا فاسون، ميم لا فاسون، ميم لا فاسون كيفاه نغني الخانات اللي نديرهم كل شيء عدو كاع يديرهم. سي تان بليزير على كل حال. بصح تمنيت لو كان كل واحد في سطيفي خلق التامبر تاعو. التامبر تاعو صح. دوكا باغ اكزومبل كيما مامي ما يغنيش كيما خالد، خالد كاع يغنوا الراي، ما يغنيش كيما بن شنات، بن شنات ما يغنيش كيما صحراوي، فضيله ما تغنيش كيما الزهوانيه. صح فهمتني كيما؟ مام هنا في سطيفي في الونسيان نورتين سطيفي يغني عنده التامبر تاعو، كاكشي الخير عنده التامبر تاعو، سمير سطيفي الله يرحمه ذكروه كيما الله الرحمه ان شاء الله فهمت الله بار لوكازيون. نحييو العائله تاعو ونحييو ايضا عائله بكاكشي الخير الثاني ان شاء الله فهمت كيما خويا ولا سي. هادو ناس مدوا بزاف الاغنيه الصيفيه وحنا دينا من عندهم، حنا دينا من عندهم. وانا الغنى هذا ماشي نديرو كوميرس ولا تجاره ولا نروح نغني باسكو على التبراح ولا رشقان سافاري نافور، نديرو موهبه هكذا. الفن شويه انا ارتيست دون لو سون، دون لو سون في الدم تاعي، في الدم تاعي. لو كنت نحي الدم تاعي تنجي تنحيه تلقى الفن لاغ. انت ديرو موهبه، انت الله يبارك والله بخير عليك. وانا نشوفوا ما شاء الله وشفنا البور شفنا شفنا. منين هذوك الدراهم؟ واش منين راه يجيبهم؟ شوف ما نكذبش عليك، انا جي بوكو سوفار في حياتي. انا شوي كالكان ما تربي، ماشي نقول لك تربيت، نقدر نقول لك انا والفقير تربينا كيف كيف. نقدر نقول لك الميزيريات ذقتها. ما كنتش انت وليد عائله غنيه، ما مالقري سالاري انا قلت لك شوف شوف مالقري العائله تاعي لاباس بهم، مي انا ما تبعتش العائله تاعي. ما كانوش يمدوا لك الدراهم؟ لا ما كانوش، ماشي ما كانوش يمدوا لي دراهم. نحب الدراهم، نحب ندي دراهم، بصح الدراهم هذوك حبيت انا نتعب عليهم، حبيت نتعب عليهم، حبيت انا نروح للميزيريه. انا هكذا الفنان باش يتكريا لازم يفوت على ليكول دو لا ميزير. ليكول فهمت علاش يجوز على يكون؟ شوف سامحني، لازم تميز، لازم تشوف، لازم تتحقر، لازم تتقمه. يديروا لك بزاف صوالح فهمت كيف ما، ولا يحقروك يعكسوك، ما يجوزوكش تغني باسكو تغني خير منهم ومن بعد راك فاهم. مي الوقت اللي توصل، الوقت اللي توصل انتيا وتبين باللي هاني هنايا جو سوي لا جو سوي اون بوزيسيون دو فورس، هنا الناس تحترمك. انا الحمد لله دركا الشيء اللي تمنيته لقيته. نعاود لك للسؤال. تفضل. انت تقول الغناء درتو هوايه ما درتوش باش ندير به الدراهم وكذا. هذا الخير كاع منين جاك؟ واش عندك؟ عندك مهنه اخرى؟ عندك مداخل اخرى؟ ما نكذبش عليك، انا شوف تعبت عراس وحفلات وكنت نخبي فهمت كيف ما، ولا كنت نخبي الدراهمي ما نكذبش عليك، نحطهم في ليموبيليي، نشري دي ميزون هكذا. علاش دي ميزون نشريهم؟ زمان عقوبه الدنيا هذه ما تدريش يا خويا كيفاش قادره. اليوم راك هنايا كاينين دي زارتيست مساكنين في لاشيز دو رولونت، ولا شيز دو رولونت حتى نصدقوهم عليه باسكو حنا شفنا ديجا، شفنا دي زاكتور قريب يموتوا مساكن وماتوا محقورين ومهمشين فهمت كيف ما. ولا دي زارتيست هام اليوم راه مساكن غدوه يكبروا يتصرى له مشكل، ما من الدوله ما تكفلش به. يعني نهضر مع خويا الدوله ما تكفلش. علاش انا يا خويا ندير جميع الاحتياطات تاعي؟ الدراهم اوليو نروح نخسرهم منا ولا منا، واحد يبني دويره قبر الحياه راك فاهم ما تدريش. باسكو انا راني في الخارج بصح ليترونجي ما يدوم ليش خويا. انا قبل ما نوصل ليترونجي نعاود نقول لك اول سكسي تاعك واش كان؟ واش من الاغنيه واش من العام؟ رشدي هي شوف هي الاغنيه الاولى تزعزع خاطري في نص الليل اللي عاودها مامي. انت عاودتها على مامي ولا مامي عاودها؟ لا مامي عاودها لي الاغنيه تاعي خويا معروفه كاتبها كل شيء وغنيتها في المغرب ودارت ان كرون سكسي.
باش مامي عجباته وعاودها لي. هذه حاجة الأولى. مامي دا لوتوريزاسيون من عندك باش باش يعاودها؟ هي تراث ولا كلماتك ولا كلمة لا تاني. لا هذه غنية تاعي، هذيك انا كتبتها. هكذا كتبتها. ديكلاريا باللي انت اللي كتبتها؟ بيان سور، بيان سور. باللي تاعي 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 رشدي. ايوا. ديكلاريا صافي لونتون انايا. ايوا. وإنما أنا ولا مامي خويا ماشي ما عندناش مشكلة، أنا هو أنا أوتر أرتيست. مامي راح للراي، أنا رحت للسطايفي. مالغري جو شونت بيان لو غاي، علاش؟ باسكو أنا الراي كبرت في وهران تاني خويا. في بلاد الراي وغنيت الراي وجي بيان ميتريزي لا شونسون راي كيما يقولها الواحد، وغنيتها بلا فاصون اللي انت ما تخيلش تقول هذا رشدي وهراني امبوسيبل. عندي كاريير اللي تعبت عليها وما تعبتش عليها بالساهله، اقسم بالله صايتي كل شيء ديفيسيل نقولها لك في حياتي. انا ما نكذبش عليك، انا لو كان نبدا نحكي لك حياتي نقدر نبكي لك خويا، نقدر نبكي لك اقسم بالله نقدر نبكي لك. اصعب المحطات اللي مريت بهم في حياتك؟ لا بريمير دي شونس، كنا شويه صغار كانت ما عندناش لا كارجون راك فاهم، ولا كنا ما نقدروش نخرجوا ليترونجي، سوا خالد سوا مامي سوا فهمت كيف ما ولا. وكنت انا في ذاك الوقت حاب نروح ليترونجي باش نبان ثاني، فهمت كيف ما ولا والو سيتي صعوبات. انا وشام حسني الله يرحمه هربنا في المغرب الناظور، دخلنا الميليليا هاربين، ودخلنا حتى على طريق الوحده في الاسبان باش دخلنا لفرنسا في هذاك الوقت. كيفاش هربتوا هذه مع حسني؟ كيفاش هربتوا؟ انت كنت تربطك علاقه مليحه مع حسني. ايه حسني الله يرحمه الله كان صاحبي، وكنا نغنيو في واحد الملاهي بكري راك فاهم ولا في بياريست وكل شيء وفي وهران. ومن بعد هو ما كانش عنده لاكارجون، انا ما كانش عندي لاكارجون، هربنا على السعيديه دخلنا بوكانون. كيفاش ديسيديتوا باللي تهربوا؟ علاه؟ ما كنتش حابين تريحوا ولا ما قدرناش نريحوا هنايا؟ كان بكري الفرون فرونسي، وكانت فرنسا حاجه كبيره، يعني ريفيرونس واحد راهو عايش في فرنسا ويغني في فرنسا. تسمى سيتي لو غاف تاعنا حنايا، فهمت كيف ما ولا سيتي لو غاف. يبقى حنايا هربنا، رحنا نشفالها كيما دوكا خلصنا. شكون اللي قنع الاخر بالهربه؟ انت قنعت حسني ولا حسني قنعك بالهربه؟ والله غير شوف هو قال لي واش تقول نعطوها، انا قلت له نعطيوها ما عندناش مشكل. ما عندناش مشكل. الهدف تاعكم من الهربه؟ نو الهدف تاعنا باش نعيشوا في ليترونجي، ما كان والو فهمت كيف ما ولا، لازم تعيش في ليترونجي وتخدم تري تري بيان. وفي ذاك الوقت يا بوكو ديميغراسيون. هذه واش من العام هذه؟ هذه 88 89، فهمت؟ 88 89. حسني كان في البدايات تاعو، كان في البدايات تاعو هذاك وين بدا يغني كل شيء، وكانوا عنده دي سوكسي، كانوا عنده دي سوكسي مي امبوسيبل، كانت عنده لاكارت جون وقدام منا كنا حنايا. من بعد كيفاش من بعد عطيتوها للمروك؟ عطيناها، خرجنا للناظور، الناظور واحد خرجنا من ميليليا لالميريا. من الميريا زدنا ركبنا مع واحد في واحد كاميون سيمي رومورك، عطينا له شفا ولا 200 فرون، وصلنا حتى لا جوكيرا لي فرونتيير باسكو هو يروح لفرنسا. حطنا واحد المغربي هو اللي رقدنا عنده في الدار، نحنا نشافي الان نحنا الباسبور تاعنا، الباسبور تاعنا في زوج خاف منا يقول لك ديزار شريع. الغدوه الصباح دنا بالطوموبيل تاعو طلعنا واحد الجبل هكذا ليسبان سي لي فرونتيير تاع بيربينيون، مش شافي لا كيما في ذاك الوقت، عطينا له دو بي 500 فرون 500 فرون، وهبطنا نمشيو في الجبل حتى لقينا الطريق تاع فرنسا، طلعنا في البيس من هذيك الانطلاقه. وهو حسني الله يرحمه راح عند الزوجه تاعو، كان خاطب الخطيبه تاعو فهمت كيما ولا كان الخطيبه تاعو يحبها هكذا منا. انا استقعدت واحد الديجور معاه ولا ذاك، ومن بعد ما عجبتنيش هذيك البلاد بيربينيا. ايه رحت لمارسي، رحت بديت نغني في لابالميري، ومن بعد زدت لحقني هو لابالميري في مارسي، بدينا نغنيو احنا تما في الملا مارسي في لا بالميري في لي ميلينوي في الفينيسي فهمت. ومن بعد زدنا ضربنا واحد دو زون تروا زون، زدنا طلعنا لباري ولينا نخدموا في لا بالميري في المونسينيور، خدمنا في شهرزاد، خدمنا في الحيزيه، خدمنا في الجزائر. شحال ريحتوا شحال ريحتوا في فرنسا تاع حسني هكذاك في البيريود ديك؟ كما يقول لك رحتوا حراقين حراقه. حراقين ومن بعد درنا بشويه ساعتك كاين واحد اللي دار الحسني عاود قال له ادخل وندير لك الفيزا، عاود دار له فيزا بعام. عاود له الفيزا العام باسكو الى في ان بروبليم مع الوالده تاعو، كانت بغاتو باش يدخل من فرنسا، واحد قنعو دخلو كل شيء. قال لي تدخل؟ قلت انا ما ندخلش خويا، انا ما عنديش وين نزيد ندخل راك فاهم. قعدت تما كل شيء راك فاهم ولا. من بعد بشويه بشويه درنا الكواغ تاعنا، درنا لي كارتي جور وكل شيء. من بعد هذيك لا كارتي جور ولات تخلينا باش نعاودو نقدو العوده، ندخلو الجزائر ونخرجو باس با بار لي زومباساد على لي فيزا وهذاك. الحمد لله الحمد لله يا خويا
خدمنا من بعد بشويه. احنا نحكوا في حياتك بما دام دخلت حسني معليش نحكوا. ايه تفضل. وش اهم الذكريات اللي ما زالت في راسك اللي مريت بها انت مع حسني؟ الله يرحمه. حسني الله يرحمه على كل حال. حسني كانوا بزاف ناس فنقول لك ناس ولات بلاده في الخارج كانوا يغيروا منه. يحبوا يعايروه بالتاريخ تاعو. فهمت كيما ولا يحبوا يعايروه بالتاريخ. هو كان يلعب البالون بكري. كان سان جوار دو فوت كذا من يلعب البالون. ومن بعد الحق الواحد الشهرة هكذا. وكاين بعض الناس يحبوا يحطموا الفنان زعما شغل ايه عندك كان باسي كنت كذا كنا نعيطوا لك كذا هكذا. هو مسكين تلمون لي تري جونتي وما يحبش يريبوندي بعنف ولا حاجة. يبكي ويبكي هكذا وحداني بينه وبين روحه تغيض عمره ويبكي كل شيء. اللي تي تري سونتيمونطال و تري سونسيبل حسني اللي تري سونسيبل. شحال ديحت مع حسني انت هكذا سوا خدمت معاه هنا في الجزائر ولا هيك شحال ديحتوا مع بعض هكذا؟ خدمنا بزاف دي سواري كل شيء. عاش معايا هو ديجا كنا هو قاعد معايا في الدار في باري قاعد معايا واحد ربع شهر. كنا نرقدوا كيف كيف حنا كنا كارين دار على واحد في فرنسا وهو كان يلفي ديزالي روتور بصح كي يجي لباري ولا ذا كيجي يقعد معايا ما راك فاهم ولا هو السكسي تاعك كان يا ميمونه واش ذاك الواد هذا هو السكسي تسمى اللي طردكت به درت دي سي دي دي شونسون ما يمشيو شويه معك ماشي بزاف ماشي حاجه هي اغنيه تونسيه مودرنيزيت انايا وشكون اللي بروبوزها لك يا ميمونه ولا انت اللي خيرتها؟ والله غير انا اللي خيرتها خني كنت نغنيها بزاف في الحفلات وكل ما نغنيها الشعب كاع يحبها ينوضي يشطاح وفهمتي يحبوها بزاف جالي خطره واحد قال لي صاحبي قال لي علاه رشدي ما تعاودش الاغنيه هذه قلت له يا ودي ستين شونسون تينيزيان دوك انا مصطيف نولي نغني تونسي قال لي اقسم بالله وتغنيها غير طردك بها الدنيا قلت له على ربي وعلاش لا اش فيه سي ورحت للاستديو غنيتها غير هي كان عندي واحد الالبوم كنت مبريباري فيه ما مشى لي ما والو خرجته قبل يا ميمونه ما مشى لي ما والو والو ما مشاش هذاك الالبوم كيفاش ندير غنيت غير اغنيه سجلتها مع هشام الاغنيه هذه في الجزائر سجلتها في الدويره مع هشام في ولاد فايت سجلت الاغنيه هذه وكنت نبريباري انا البوم درت واحد العشر اغنيات هذوك العشر اغنيات سمحت فيهم ديت غير هذيك الاغنيه يا ميمونه ورحت درت صورت لها كليب هذاك الكليب طردق الدنيا عاود حطيتها في الالبوم القديم هذاك اللي ما مشاش كاع عطيتها ريزونونس راحت مشات هذيك هذيك هي كلاطات دايور عباك لا ديفيرونس بين يا ميمونه وهذاك الالبوم صنع ريان افوار في الصون ولا حاجه ماشي كيف كيف هذاك مش عرف هذاك الالبوم وهذاك الالبوم زاد طردك في جره يا ميمونه فيه دي بال شونسون زاد طردك فيها يا ميمونه ومن بعدها من هذيك زاد درت صرات بي اكسيدون دامور زاد درت هذيك شوفوا عشقها ما دار فيا عاودت على ريبريز تاع حسني الله يرحمه ومن بعد زاد درت عيشها بنتي زاد طرد قلت الدنيا درت بايا بايا حما درت نشي عمري لاغونا في ذاك الوقت هذيك لا مود لاغونا فهمت نشي لك عمري بورتابل وقتك من الطاكسي فون هذيك تاع الشاب خلاص لا 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 خويا الاغنيه تاعي هذيك انا غنيتها بعد خلاص باش عاودها فهمت وعاود من بعد عايشه بنتي فهمت كيف ما ولا ها نو حبيبي انا هادو لي شونسون هادو لي شونسون خدمتهم انايا على كل حال بصح الانطلاقه اللي كلاطات رشدي هي لاكارت فيزيت تاع رشدي دوك هي ميمونه دوك برا عيطوا لي ميمونه انا ميمونه مازال الناس الدرك يا ميمونه شحال عندها ملي خرجت واحد 20 سنه ايه واحد 20 سنه واني نعاود فيها روميكس نعاود فيها روميكس راح ندير لها نوتر كليب في البوم جديد ايه راح نعاود هذاك سي تي شونسون ما نكذبش عليك يا توفيق الدركة الدركة انا مازلت نغني فيها في الاعراس ومازالوا يحبوها كاع الناس في الاعراس ومازالت الناس كاع تدومونديها تطلبها سورتو هي وعايشه بنتي شي زوق ولا حاجه صافي بليزير وصلت حاجه وراي عند الناس يغنوا فيها فهمت واش حبيت نقول لك ولا مي ما نحبش واحد نو خلينا كاين الناس دوكا يغنيو بالروبوتيك لوطوتين واش دي انت يا انا بلا ما نروح لك الروبوتيك وهذيك باسكو كاين اصوات بزاف ما عندهاش هذا اللي جاي يغني خلينا ما ندخلوش في الكرين وهذا انت تغني الصوت تاعك معروف رشدي رشدي انت نجحت 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 بعد رحت استاليت في فرنسا علاش خيرت فرنسا رغم انه النجاحات تاعك كانت كبيره لهنا وكنت مطلوب بكثره في الحفلات في الاعراس في كل بلاصه شوف خويا توفيق لا غالب ماشي هربت على الجمهور تاعي ولا وكنت نحب الجمهور تاعي نروح نغني في الخارج وبصح الغدوه نعاود نرجع لبلادي علاش باش الجمهور ما يقولكش وين راح رشدي راني هنايا مي انا راني مخبي لها في الخارج راني مخبي لها في الخارج
ومشي بخير اللي سامحني ومشي كي رحت للخارج سامح سيتي في ريفيرونس بكري كانت فرنسا دوكا ما بقاش فرنسا خويا دوكا يحيى الجيري والخير اللي عندنا في الجزائر ما عاد ما كان في حتى بلاد حنا غنينا في وقت اللي كان اي محال انسان يطلع يغني راك تمشي 10 كيلومتر تلقى فو باراج خويا كنت الريسكي في ذاك الوقت ريسكي ما خلي جيجل ما خلي ميلا ما خلي عنابة ما خلي تبسة ما خلي سوكارا سمسيلة كانت الناس تبكي كانت كنا كنجوزو نلقاو الريسة مقطعين نلقاو كل شيء قدامنا بصح والله غنضحي خويا دغي داك هذاك الشيء كامل اللي درتو ودركا هاد الناس ولا شغل ما يحبش يعترف بيك على ما يحبش يعترف بيك يحب يفوت غير الناس اللي يعرفهم ما نحبش الجهاوي تروح فيستيفال تاع تيمكا تاع جميله تلقى نفس الوجوه العام الجاي تلقى كيف نفس الوجوه ماشي نحكي على روحي انا الحمد لله انا راني فاريها خويا انا راني فاريها مالغري ما نفريهاش انا نفريها من الجهه الاخرى ما تكسرش كاع راسك خبزتي نجيبها خويا الحمد لله خدمت وتعبت انا باش درت الرزق هذا خويا تعبت عركت عليه خويا ما لقيتوش الناس عطاوه لي عركت خويا جيت روس وفار لو كان في ذاك الوقت كل الفنانين هادو صحاب الواي واي ولا صحاب كيما يقول الواحد يجوا يغنوا دركا كيما يغنوا كيما غنوا في وقت الارهاب اقسم بالله واحد ما يقدر يبوجي خويا غادي نقولها لك واحد ما ينجم يبوجي انت الاغنيه الصيفيه انت باش ما ندخلش في الواي واي وهذاك الصالح لانه ما مش تبعك وخاطينك لا لا ماشي سامحني فهمتنيش ماشي نهضر مع خويا نقول لك الواي كاين خويا علاش كاينين دي شونتير تاع الراي مي سي دي بون شونتير عندهم دي بيل فوا خويا دي بيل فوا خلينا من الراي وهذيك انت نحكوا على الاغنيه الصيفيه وستي اللي طاني فيه انتم غنيتوا وصلتوا الاغنيه رجعتوها مودرن تمشي الجمهور الجزائري قاعد يتبعها اسكو كاين لا ريلا تاعكم كاين اسماء هكذا تعطيهم لنا يقدر يجي واحد يغني خير مني بصح ما يقدرش يدير هوايج اللي درناهم حنايا ولا قدمناهم حنا باسكو علاش رانا نسمعوا دركا الكلام الكلام اللي ما تقدرش يسمعوه العائلات فهمتني حتى في الاغنيه الصيفيه كاين هذا كاين ايه في الاغنيه الصيفيه كاين ناس تاني راهم يغنيوا اغاني ماشي مليحه ما تقدرش تسمعها في الصيف ما نتهموش غير الراي برك خويا ما نتهموش غير الراي ما في الصيفي خويا ما في الصيفي باسكو في الصيفي معروف بالكلام نظيف معروف بالغناء العائلي فهمت تدخل في وسط العائلات انا خويا قبل ما نغني نوزن قال يا ودي استنى نشوف طاش اسكو يما ولا خاوتي يقدروا يسمعوا لا شونسون هذه كي نشوف باللي هذيك الاغنيه نظيفه يقدروا يسمعوها ونوجه الكلام تاعي للعائلات والناس العائلات مش كل الصوت اللي جاي من الشباب اللي انت عجبك وتنتظر منه انه يقدم اشياء جميله للاغنيه الصيفيه وشكون الاصوات الشبابيه اللي كاينه والله غير كاينين بزاف كاين كاين فوزي الحامي كاين فواز لاكلاس كاين بزاف كاينين دي شونتير من سطيف نبيل كاين بزاف رشدي غنت بزاف انت ثنائيات مع شابه جميله مع كامل اوكي مع خلصنا وشكون اللي تعتبروا احسن ثنائي قدمت معه وتمنى تزيد تعاود مع التجربه وشكون في هذا ثنائي بزاف لي ديو اللي درتهم انا وخلاص على كل حال وكما يقول الواحد وزيد نقول لك عمره ما نجح ثنائي في الجزائر الا رشدي وخلاص جامي كانت راجل مع راجل يغنيو ديو ينجحوا اوني لي سيل اون دوميني لو مارشي كي نقول لك اون دوميني لو مارشي يعني في ذاك الوقت كي كنا احنا بلي ديو تاعنا امبوسيبل ان نوتر ارتيست يقدر يدخل سيت ان سيركوي فيرمي باراج تاع شي باراج ميم واحد شونتير حب يجي يغني ما يقدرش وكنا باغ اكزومبل شونتير عنده غنيه مليحه وما نجحتلوش حنا كنا نغنوها نطردقوا بها الدنيا نطردقوا بها الدنيا ان غرون سوكسي فهمتي كلمه ولا ومن بعد تفارقنا علاش تفارقنا ماشي تفارقنا مازلنا احباب وخوت وكل شيء ونبقى الكونتاكت هذاك بيناتنا ماشي غير كاع لي زارتيست حنا كاع نتحبوا بيناتنا علاش تفارقتوا؟ لما نحكوا هذه نحبهم وما علاش من بعد ليديو هذا علاش تفارقتوا؟ هو علاش تفارقنا كان الايديتور الايديتور تاعنا فهمت ايديسيون الامير هذا توفيق وكل شيء بالقاسم فهمت كيما لا لا هادو الناس هادو كيما يقول الواحد كانوا يديروا النميمه بيناتنا راك فاهم ولا ها رشدي راح يخرجك من السوق خلاص يقول له خلاص رشدي راح يخرجك من السوق دار البوم واعر طرطق الدنيا راح يا وليدي
يزيد الاخر كانت لا كونكورونس معليش انا جاكسبت لا كونكورونس مع ها انيفرسال مع لا 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 سي ليديسيون الامير باسكو ليديسيون الامير تعاملنا معها ثاني بزاف خويا نحيهم بالمناسبه على كل حال نحيهم بالمناسبه مي سيتي ان جو سيتي ان جو فهمت كيف ما لا كونكورونس فهمت خلاص يقول له رشدي راح يعاود لك غنيه وراح يطرطق بها الدنيا الاخر يسخن يروح للجزائر يجرب ويعاودوها تم تم كذا يقول له شفت وكم زف خرجتها قبل رشدي صرا خلاف بيناتكم تثبت من بعد صراو مشاكل بيناتكم انت رشدي خلاص ماشي صراو خلافات بيناتنا سيكو دوك المشكل وين ديما الثالث شيطان كي يدخل ثالث بين زوج اوبليجي راح تكون فهمت كيما بصح انا ولا نورمال انا ما نكذبش عليك ما تحبوا بعضنا راك فاهم ولا نحبوا بعضنا ولفنا مع بعضنا كبرنا مع بعضنا نعرفوا كل شيء ما كنتش تخمو ديروا ديو جديد انت و سي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماشي غير مع خالد حنا نشوف نقول لك كلمه انا ان ديو نقدر نديرو مع اون شونتاز ولا ان شونتور ليش تتمشي معروف ما يهمنيش ليسونسيال يزيد فيا حاجه ونزيد فيها انا حاجه في حياتك كامل ملي بديت اليوم ان هذا عمرك ما خممت تحبس الغنى هذا هي تحب صراحة أني حبست الغناء أنا مومون دوني ملي ماتت في الخويا حبست ما نكذبش عليك الله يرحمه عنده ملي مات عنده واحد 3 زون ديمي 4 رون ملي مات دار أكسيدون حدث في البرومي جور تاع رمضان الله يرحمه داير من هذيك ديسيديت خلاص ما نزيدش نغني وشي الشيء اللي رجعني سي لو بيبليك لو بيبليك هو اللي كثر عليا يا رشدي يا رشدي يا رشدي الله يسترك عاود ولي رانا نحبوك يا رشدي توحشنا جديد تاعك توحشنا جديد تاعك توحشنا جديد تاعك ا مومون دوني تفكر هكذا تقول يا ودي معليش معليش نلبي خاطر الجمهور تاعي وما نخليش ما نخليش غياب كثير على داك رشدي احنا حكينا بزاف على الفن اه يلا الان في الجانب الحياتي الجانب الشخصي الجانب الحياتي رشدي متزوج اكيد وعلى كل حال العائله راهم في فرنسا وباسكو هما راهم نحييهم بالمناسبه على كل حال نحييهم بالمناسبه سي دوماج خويا توفيق انت جيتني الامبروفيست وانا دوكا راني هنا في الدار غير انا والعجوز باسكو انا نحب نعيش بزاف مع العجوز هنايا راك فاهم العجوز دي فوا راهي معايا في الخارج دي فوا راهي معايا هنايا اي كوم لا فامي راهم انستالي في فرنسا انا راني عايش هنا في الجزائر غير انا والعجوز وخاوتي على كل حال كل واحد راه بدارو على كل حال سيتي لوكال لوكازيون كنا نديرو فهمت قاعده عائليه وكل شيء مع بعض وتعرف علينا اكثر اكثر مي سي دوماج من ان شاء الله تجيني فرنسا تعودتني ان شاء الله تجيني فرنسا ونعاود نصوروا هذه حياتي حياه رشدي خارج الوطن واش راه يعرفوا الناس كامله العائله تاعك هنا الوالده راهي لهنا الوالده راهي هنايا غادي تجي وغادي نحكي معك شويه هي مرا شويه كبيره صافي بليزير ندير دعوه الخير احنا معنا ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك نشوفها رشدي خويا ان شاء الله بيان سير خويا دقيقه برك سامحوني دوك نجي هاي جهة العجوز امس الخير الحاج وش راكي اهلا وش راكي بخير وش راكي لا عايشي وليدي راح تفضلك الشيء ما تفضلي راح يقعد ابن هي في النص وعلى اخويا توفيق هذه العجوز الوالدة وش راكي الحاجة لاباس لاباس الحمد لله تبع شوية رشدي وش راهي الحمد لله الحمد لله راهي في صحة جيدة الحمد لله لاباس وليداتي بصحتي لاباس عليا الحمد لله راك تسمعي شويه اغنيه تاع رشدي واش راه يخرج رشدي راك تسمعي شويه اغنيه تاع رشدي هذاك كون نركب في الطوموبيل وما نلقاش لي كاسيت تاع رشدي مانيش مليح ماكيش مليح يلزمني نسمع وليدي نقول له دير لي لي كاسيت لوليدي انا ما نركب حتى مع واحد نقول لهم ديروا لي تاع رشدي نسمع الصوت تاعو وليدي وباباه كان يحبو كي يغني كان يحبو بزاف يفتخر به يعشي به يعني باللي راني عندي فنان وراني عندي هكذا وراني عندي يشتيه باباه تعرفش كيفاه يشتيه هو الصغير في خوينه هو الصغير هو العزيز علينا الحجة والغناء هذا بداها لاج دو 15 16 بدا الغناء نتاعو الحجة ولادك الاخرى خير التجاره وهذوك هو خير الغناء انتما حسيتوش ترجعوا ربي يعني كيفاه يغني والله يدير والله
وليدي كل عندي 10 ذراري. الله يبارك ربي. بارك في سلامتك ويبارك في صحتك. 10 ذراري كل اخر حاكم هنا. واحد يوم بورتي الحديد، واحد يوم بورتي البلاستيك، واحد يوم بورتي الحطب، واحد هو خير هاد لابرونش. هو يوم بورتي الغناء. هي خير هاد لابرونش، لابرونش هادي الله غالب عليه. كانت هي صغيرة، كانت صغيرة يطيب الماكلة، أنا كنت نغني لها قدامها. أنا في الكوزينة نعجن ولا نطيب ولا هو راهو يغني لي. يغني ويلهيني ونقول له القراية نتاعك. سي برينسيبال القرايه نتاعك. نهرب من القرايه نجي نصطيف هكذاك عند جده. هنا تولد جده. وجده كانت تخبي عليا، كانت تخبي تقول لها رشدي وعندك، تقول لها لا لا ماهوش عندي انايا. تخاف لي يضربوني. وانا كنت صغير نهرب انايا لازم شوف ما كانش كارطابل، سا ديبو وين تلقاه في لا ميزون جيناك، تلقاه في التياتر ساعه يلحقوه لي، تلقاه عند خضار، تلقاه عند اليمونطاسيون جينيرال، سا ديبو كل خطره وين تلقى الكارطابل. هو خير هذه المهنه مشي مع لا برونش هذه. تقول تقول ياك تقرا، نقول لها ما ولا رحت البارح تقراني، نروح نقرا حتى يعيطوا لي زابسونس. تقول لهم رشدي خوي يجي يقرا، يقول لك لقيتي رشدي غير سلمينا عليه برك نشوفوه خطره باك وما نعاودوش نولي. الحاج انت شنو الاغنيه اللي تعجبك تاع رشدي اللي تعجبك بزاف تحبيه يغنيها لك؟ الاغنيه اللي تحبيها رشدي بزاف تحبيه يغنيها لك؟ تاع يا منكوب كي جيتي. ايه منكم؟ ايه جيتي. جيتي من الدوار. تقول له صح صح جيت من الدوار. ايه. درت روحي تاويل. هذيك اللي تعجبك. تعجبني. تعجبني تاع حقروني خوتي. بابا حني خوتي داروا عليا. داروا عليا. قالوا لي واش سال. هذيك غادي تسمعيها من بعد. وتحب ثاني الموت الغدار على خاطر يا مات خويا الله يرحمه. مات انا مات باراكسيدون. أنا كنت نحكي لك 35 35 سنة، فهمت علاش قلت لك أنايا درك المشكل وين؟ هو وصلها لايروبور الغير غدوة ما قدرنا، هي راحت لفرنسا باسكو ما عايشة معايا اللي هي في فرنسا وهنا تروح وتجي. عندها دوبل ناسيوناليتي هي وبابا، مام بابا راه في الخارج عايش راك فاهم، ولا احنا علاه قلت لك العائلة تاعي كاع كلهم راهم في فرنسا وهذاك. في فرنسا رانا عايشين باريس ستراسبور. فهمت كيما ولا الغير دو جور أنا جيت من فرنسا جيت دفنتو. وما قدرناش نقولوا لها ما راه مات وهذاك. ما سمع على بالهاش. ما على بالهاش، ما بكيت فناه ما على بالهاش، هي ما حضرتش ما قدرتش باسكو تقدر مراه كبيره يقدر يحبس وهي ما طاشيه ليه بزاف ثاني. يضلوا مع بعضاهم يضلوا سي دي زان سيبارابل. خلى وليدي وخلى لي المراه وخلى لي زوج ولاد وكل شيء قدامنا. هذاك هو اللي تروماتيزا كاع العائله، ما هنا ما نقدرش ندخل للدار، فهمت كيف ما ولا سيكو سي بور سا قررت باش نعتزل خلاص. بعد ما كنت لي كرون سوكسي والنار شاعله رشدي رشدي كي ندخل انا باسكو انا ماطاشي بزاف العجوز، انا نحب ميمتي بزاف، نحبها بزاف، نحب نعيش معاها، نحب نقعد معاها. انا دي لي كل شيء، خلي لي غير لامي ما برك، خلي لي غير لامي ما نعطيك كل شيء، نعطيك كل شيء واش حبيت واش نكسب نعطيك. اما نحب ميمتي بزاف ما نكذبش عليك، نحب بابا بصح ماشي كيما العجوز. العجوز سي لا بريفيري تاعي انا كل دقيقه. دوكا انت ما تلقاش معايا صاحبي بعد رواح على غفله تلقى معايا مهمتي راكبه معايا في الطوموبيل ديما نحطها قدامي مهمتي نحوس بها نحوس بها ما في فرنسا نرفدها في الطوموبيل نضل نحوس بها نحوس بها وليدي فهمت نضل نحوس بها. انا ماني ما عطاشي لحتى واحد خويا، انا عندي مهمتي هي هي السامبول تاعي هي كل شيء، هي الفن تاعي هي كل شيء. قبل ما نولي للفن قلت لها ما واش هاكي تشوفي الجمهور وقدامنا حابين هذاك، قلت لها واش نولي لهنا؟ قالت لي وليدي علاش؟ ولي لهنا ومادام عندك شعبيه وعندك الناس تحبك وكل شيء دير رايك دير رايك. قالت لي ما نعارضكش وخوك مات الله يرحمه انت كمل راش يزيد يولي. ها هي على بالها راش يزيد يولي راح راح. ومن بعدها قالت لي ما قالت لي تقدر رشدي، قالت لي انا ما نسامحكش لو كان ما توليش تغني وكل شيء، صلاتك في جهه ان شاء الله يا ربي. انا متمني ان شاء الله يا ربي العزيز الحاجه اللي متمنيها الحج، نروح يا خويا الحج وندير عمره ونختمها باحسن خاتمه كما يقولها الواحد بحجه وبعمره. وفي الدنيا هذه ماش عندها معنى علاش؟ باسكو في الدنيا هذه كاين فان، فهمت كيف ما راح يدوم حتى واحد، ما راح يدوم لي الغناء هذا شحال راح يدوم لي 10 سنين 15 سنه 20 سنه. الحمد لله درت بيه لا كارير تاعي. دوك الحاجه اللي نخمم فيها يا ربي العزيز يقبلها مني عمره وحجه بزر ان شاء الله ان شاء الله يا خويا. حنا دوكا رشدي شفتوا في خويا هي كاينه اخيره هي استديو دوكا نطلعوا استديو يا خويا ان شاء الله وان شاء الله يا خويا فهمت
راك شرفتنا كثير. ولا حاجه ثانيه، راهي فرحانه بك خويا، وراهي الدار دارك يا خويا، ومرحبا بك في كل وقت خويا، مرحبا بك في كل وقت انت وكل ليكيب اللي راهم حاضرين معنا. وجيسبان ان شاء الله ماشي غير اليوم، مازال ايام كبيره، مشوار طويل حنا دوك نروحوا ان شاء الله خويا. ربي يخليك، ربي يخليك، حنا ان شاء الله نزيدو نكملوا مع ان شاء الله. الله يخليك، يجيك الخير وليدي، يجيك الخير، ربي يخليك. هاي مشيو دابا حاج، ربي يحفظك يعطيك الصحه، يبقى على خير اما ريحي دوك نمشيو ومن بعد. هذا سي لو بيانيست تاعنا، هذا ديجي موا كوميا، فوالا بيك مرحبا بيك. صافا 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 كيما يقول حمزه، سي لا وين نخدموا حنايا لي ماكيت تاعنا ولي بريباراسيون تاع لي زالبوم تاعنا، فهمتني؟ وين نخدموا لي زالبوم تاعنا، وين نخدموا كاع البروجي نخدموا هنايا. دونك شنو راك بريباري ولا لام جديده هذه؟ انا ما بريباري ان شاء الله، كومبيلاسيون تاع راس العام هذا الجاي ان شاء الله، توجور مع شابر جديد، كاين نخبه من الفنانين. كاين نسمعوا حاجات من قبيل تاعك جديد، كيفاش راكم بريبارين باش نسمعوا؟ حاجة قديمة شوية، حاجة نروحوا للقديم شوية، عاودوا نفكروا الناس. ان شاء الله، شوية. هي يا ولقيت، يا ولقيت، يا ولقيت هذا، يا روحي وحدي يا روح حمزة، روح جداني خويا، قول قول ايوا الخضار يا وليدي يا اي لقي المدار جاتنا يا الخضار يا وليدي هذا اي لقي المدار جاتنا اي لقي المدار جاتنا اي ويلا كتب هاي ربي يا يدوني العلمان بيت هذا الخضار يا وليدي يا اي لقي المدار جاتنا يلا اقلبها يا الخضر يا وليدي يا لقي المناجاتا يا الخضر يا وليدي يا لقي المناجاتا يا لقي المناجاتا وين كتب هاي ربي يا في عان بالبيتا يا الخضر يا وليدي يا لقي المناجاتا يا ناي ودات
السودان شلي قاسيت وخوتي الاخضر هو المسعودة يا الاخضر يا وليدي يا لقي المنتجات يا يا الله يا الله يا حيا قاع لي كيف شروق تيبي توفيق وهذه حياتي خويا هيا حمزة الارتيست خويا ايا ايا يلا يزيك خالي حما يزيك يزيك خالي حما يزيك يزيك خالي حما يزيك يزيك وعيش Yeah, yeah, yeah.
اوش ذكري الوين يا ميمو انا حب ذكراني صيد يا لالالي لالي يا لالال يا لالال علي يا لالي يا لالال يا طفل صغير وغرقى فيه بنت علي يا لالي زعزع خاطري نص الليل ورحت نشوف الليبيا سيدي كيفاش تبيه يا هال سحرت عقلي وعيني يوم سمعت القديم حلت البواب حلت الباب عليهم سمعت القديم حلت البواب يا عدريني جابني الغرام عدريني جابني الغرام روح نزاقول هيا قول ورحت نشوف اللي بيوم سيدي كيفاش تبيه سحرت عقلي وعيني اتزعزع خاطري ونص الليل ورحت نشوف اللي بيوم سيدي كيفاش تبيه سحرت عقلي وعيني سمعت القديم حلت الباب حلت الباب عليا سمعت القديم حلت الباب عدريني جبني الغراب عدريني يوم وجبني الغراب كان الحب الاول سبب التاني غير عذابو يوم التاني غير عذابو تزعزع خاطري ونص الليل ورحت نشوف الليبيا سيدي كيفاش تبيه يا هايل سحرت عقلي وعيني سمعت القديم وحلت الباب حلت الباب عليا سمعت القديم حلت الباب عدريني جبني الغراب وعدريني يوم وجبني الغراب تيرا دارا غاية محبوبة قلبي محبوبة قلبي كاوية لي قلبي بعيون قلبي بعيون الكاوية 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 قال يا محبوبة قلبي محبوبة قلبي يا ضاوية ضاوية كاوية لي قلبي بعيون قلبي بعيون الكاوية 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 لا طبيب يداوي الجراح يداوي الجراح الضاوية يا قلبي هي هي والكاوية هي هي والتالية هي هي والتالية تالية تالية قال يا محبوبة قلبي محبوبة قلبي يا طاوية وطاوية كاوية في قلبي بعيون قلبي
يا الكهرب يا ايا ايا توفي. هذي قاع لي كيب شروق تي في خويا ايا وهذي حياتي بيان سور حمزة خويا. شروق